يشوفوا التمرين الثالث في امتحان 2015 دورة استدراكية. طبعا التمرين الثالث هو عبارة عن تمرين في أعداد عقلية، تمرين جد سهل وشكورة. ألو، أول سؤال أعطونا قال لك سيدي حل في سي معادلة التالية. ألو، هنا فقط تذكير، معادلة من الدرجة الثانية كنحاول نحلها دائما باستخدام المميز دلتا، يعني دائما كتكتب على هذا الشكل. هذا عندنا أ هو المعامل قدام إكس وكا زد وكا واي، بي هو المعامل تحت الزد، والسي وآخر حد تساوي زيرو. أنا هنا كنمشي كنحسب واحد اللعيبة كتسمى مميز دلتا، اللي هي هو بي وكاري ناقص أربعة أ سي. أوكي سيدي، دونك إذا هنا ضروري خصني نمشي نحسب أش، دونك نقول لي في الإمتحان الوطني، دونك هنا نحسب المميز دلتا، متفقين؟ ألوغ في واحد العام كان بعض التلامذ، واحد التلميذ كانوا كيمليو عليه في الامتحان الوطني، مليو عليه دالتا ويكتبها بالعربية، ماشي يكتبها بالرمز بحال هكا، دالتا تساوي، الله يعاودوها ليا بعض التلامذ، كتب دالتا بحال هكا. الو نخرج من المعاملات، يلا دونك شكون هو؟ هو اللي قدام زاد اوكا. شنو قدام زاد اوكا؟ يقول لي البعض راه مكاين والو، لا راه كاين واحد غير حنا مكنكتبوش، صافي. الو اذا هنا عندنا أ سي واحد، بي هو شكون هو؟ هو 8، لا هو ناقص 8، يعني عكس، يعني كناخد قدام الزاد كاملة، وآخر حد سي 32. ألو هنا تطبيق عادي، عندنا بي أو كاري، دونك بي هو ناقص 8، إذا ناقص 8 أو كاري ناقص 4 فوا 1 فوا 32. ألو سيدي عطتنا هادي شحال؟ عطتنا هي 64 ناقص 128 تصب على حاسبة، يعطينا الو عطاتنا سيدي ناقص 64. الو هنا كنلاحظوا ان داتا سالبة، اذا اللي كان داتا سالبة كيكون عندي جوج حلول، حلان عقديا مترافقان هما. الو الحل الاول هو هو ناقص بي ناقص اي جد القيمة المطلقة ديال داتا. طبعا داتا هنا خرج لينا، خرجنا هي ناقص 46، القيمة المطلقة ديال داتا ناقص هنايا هي القيمة المطلقة ديال 64، اللي هي قائمة مطلقة كترجع شي حاجة سالبة بموجبة، دونك عطانا 64. إذا نديرو تطبيق عددي، ألو هنا تساوي، عندنا ناقص بي طبعا عكس بي، يعني أنا بعت لامد ناقص كتغلطو، متفقين؟ ألو ديما خوت عكس بي وهني الشعب، دونك عطانا شحال؟ سي 8 ناقص إي الجذر ديال دلتا، قيمة مطلقة ديال دلتا اللي هو 64، ألو طبعا جوج فاش في أ، عندنا هو شحال؟ سي 1، هاد المعامل اللي خرج كنبقى نلعب بيهم، ساهلة بزاف. ألو هادي سيدي عطانا هي 8. جد 64 بآلة حاسبة هي 8 إي على جوج، وهنا غادي نفرق المقامات. علاش؟ لأن قريتو في الشكل مع الأستاذ ديالكم أنا الشكل الجبري، وكل شكل كيتكتب على شكل زاد زائد إي بي، يعني جزء حقيقي خاصو يبقى بوحدو تخيلي بوحدو. إذا أنا نستخدم واحد القاعدة كتقول إذا كان عندي أ زائد ولا ناقص بي على سي، يعني كان عندي مقام الفوق واحد العملية زائد وناقص، عندي حق مقام يمشي مع كل واحد فيهم. بالتالي يا سيدي غنصيفطو كل واحد غادي يمشي مع مقام مع كل طرف. الو هنا عطتنا هي 8 على جوج عطتنا هي 4 ناقص 4 اي. الو هذا اللي عطانا هو الحل الاولي، دونك الحل الثاني شكون هو الشباب؟ دونك هو العكس تاع الحل الاولاني، يعني كنسميوه المرافق. يعني شنو هو معنى المرافق؟ كنجي حدا اي وكنبدل ليه الاشاره ديالته، يعني كتعطينا هي 4 زائد 4 اي. بعد لام دولي للاسف الشديد كي وصلت لحد هنا وكيوقفوا هنا، المصحح حسب اقترح حسبها غلط، لان خصني اعطي اس مجموعه الحلول المقترحه، يعني خصني نقول لي ها الحلول اللي عندي، دونك 4 ناقص 4 اي و 4 زائد 4 اي، بحال هكا ناخذ نقطتي كامله ما يضيعنيش. فالسؤال الثاني ب قال لك سيدي بي لينا اولا لقنا الشكل المثلثي ديال ا اللي كيساوي هو 4 زائد 4 اي. الو الشكل المثلثي اول حاجه خصني ندير دائما كنحسب المعيار، او دونك نحسب المعيار، دونك واحد تيتغابيل المعيار كيكون عندي واحد الشكل جبري، دونك زد اللي هو كيما هنا هو ا زائد اي بي، بحال ا عندنا هنا 4 و بي 4. الو المعيار ديال شنو كيساوي لنا؟ هو الجذر ديال هذا او كاري زائد بي او كاري، حتى من بعض الاختراعات ان بعض التلاميذ دخلوا اي وكاري وهذا اي ما كتدخلش داخل، دونك هادو اختراعات كتلقاو في نهار ديال الامتحان. الو هنا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نحسب المعيار، المعيار هنا مع سميه زد غادي نسميه ا، علاش؟ هادي سبيس ب ا،
او شنو غادي ندير؟ هو الجذر ديالاش ديال 4 او كاري زائد 4 او كاري اللي عطانا هي شحال؟ 4 او كاري عطانا هي 16، 16 زائد 16 هي 32. الو 32 هي شحال؟ هي 4 جذر 2 باستخدام آلة حاسبة. الو من بعد لقينا المعيار كنعملو به، يعني كنعمل فيه في أ، يعني كندير 4 جذر 2 عامل، ندير 4 على 4 على جذر 2 زائد 4 اي على 4 جذر 2، يعني كنرجع كناخد المعيار وكنعمل به هنا. مزيان، دونك غادي يعطينا هو 4 جذر 2، ارا واحد 4 مع 4 غتمشي، غتبقى عندي الفوق واحد على جذر 2 زائد واحد ايضا على جذر 2 مضروب في اي. هاتي واحد الخاصية في الرياضيات كتقول لك اسيدي واحد على جذر تاع أ كيعطينا الجذر تاع أ على أ، بمعنى آخر عطانا هي جذر 2 على 2. إذا من بعد كنقلب على الكوس سينوس ديال هادي، إلا ما كنتيش حافظ الطابلو كدير كوس كدير بينا كضرب 2 في 2، 2 في 2 هي شحال؟ هي 4. دونك هذا اوتوماتيك كيتبعو، يعني انفو كنلقاو الكوس سين ما عندنا ما نديرو بيه، دونك ضروري كيتبعو كيكون هو صافي. الو انا الشباب عطانا شحال؟ عفوا عطانا 4 جذر 2 في 4، هذا هو الشكل المثلثي ديال ا. الو السؤال الموالي قالك اسيدي استنتج لينا ا بأسس 12، يعني انها عدد، قالك بين انها عدد سالب. الو دونك انا شنو غادي ندير؟ عدد سالب راه شنو ندير هنا؟ ما يمكنش ليا انني نمشي نحسبها، يعني ندير هنا ا اس 12، دونك هي عطانا هي 4 زائد 4 اي. الو الا بغيت نطبق المتطابقه العامه دونك غنمشي من هنا للمريخ ناحي قد نفت خرج. الو شنو خصنا ندير؟ خصني نحاول نستخدم، كاين واحد الخاصيه كتمكنني نستخدم الشكل المثلثي في حل هذه، يعني دائما كتقول لك عدد كبير كندير الشكل المثلثي. الو الشكل المثلثي ديال اللي عندنا عطاتنا ياش هي 4 جذر 2 دونك بي على 12 بي على 4 عفوا، دونك على بويستونس 12. الو انا غنطبق واحد الخاصيه كتقول الا كان عندي اخ تيتا اس ان، هادي شوف العمليه على الشكل المثلث كندير ا اس ان ان فوا تيتا، بمعنى اخر هذا غادي يعطيني اش؟ غادي يعطيني هو 4 جذر 2 اس 12 فوا 12 بي على 4. الو واش غادي ندير هنا؟ ارجع و نغير، يعني كندير جذر 2 اس 12 كوسينوس، الو هنا 12 على 4 تعطينا هي 3 بي زائد اي سينيس 3 بي. الو هادي غنخليها هكا ما عندي لها حتى حاجه صافي، اللي واش نرجعو لها من بعد. الو كوسينوس ديال 3 بي كتعطينا ناقص 1، الو آلة حاسبة ولا استخدام الدائرة او لا ولا جدول الزوايا. الو ها السينوس ديال هادي كتعطينا شحال؟ كده انا صفر، يعني صفر في اي صفر غتبقى عندي ناقص واحد في هاد العجب، يعني شحال غيعطينا هاد العجب كامل؟ سي ناقص واحد فوا 4 جذر 2 اس 12، وهذا كنعرفو ان اس 12 عدد زوجي اذا هادشي موجب، دونك مع ناقص غيعطينا هادشي صغر من زيرو. اذا غنقول لي اذا ا اس 12 عدد سالب. الو السؤال الثاني قال لك اسيدي اللي نعتبر النقط ا و بي و سي التي الحقها على التوالي ا كتساوي بي كتساوي سي كتساوي، وليكن ام دو زد صورة النقطة ام دو زد بالدوران ا التي مركزه سي وزاويته بي على جوج. الو اذا انا عندي علاقة ديال الدوران في السؤال الاول، فطلبوا مني انني نحدد اش؟ قال لك بين، نبين ان زد بخيم كتساوي لنا اي زد زائد 7 زائد اي. الو هادي ساهله بزاف. اذا انا الشباب عندنا علاقه ديال الدوران، شنو هي علاقه ديال الدوران؟ راه كنكتبو ار دو ام كتساوي ام بريم ام بليك، دونك عندنا زد بخيم ناقص زد اوميغا على زد ناقص زد اوميغا.
اكسبونونسيال اي تيتا. طبعا تيتا هي الزاوية وزاد اوميغا هو المركز. راه هنا في التمرين عطاونا قال لك سيدي بالدوره ا الذي مركزه السي، يعني زاد اوميغا عندنا بلاصه شكون هي زاد السي، يعني نعوضها هنا بزاد السي. طبعا هو السي وزاويته هي شحال هي بي على جوج، يعني تيتا عندنا شحال تساوي لنا سي بي على جوج. راه توسا كندير في الوسط طبعا نكتب الفورمول كما طلبها لي الاستاذ. دونك اش كنقول لي لدينا اخ دو ام تساوي ام بريم امبليك دونك زد بريم. ديما رد البال من المركز باش ماشي دائما تكون زد اوميغا. هذا يعطيك نقطة يقدر يعطيك بزاف ديال الحوايج. دونك هنا زد اوميغا زائد زد ناقص زد سي، هادشي عامل لي اكسبونونسيال اي بي على جوج. الو هما طلبوا مني اش؟ طلبوا مني نخرج زد بريم، يعني ان هادي خصني ندوزها للطرف الاخر. يعني شنو غتولي عندنا؟ تولي عندنا زد سي زائد هاد العشب هذا اللي عندنا، حيت الا دوزنا شي حاجه ناقص الطرف الاخر كتولي زائد في الطرف الاخر، ولا كدوزنا زائد كتولي ناقص. سي فوا الشباب. دونك شنو غادي نديرو؟ انا غنمشي نقول لنكتو دابا المشكله اللي كاينه شنو هي؟ ان السي عندنا اعداد، يعني انا نقدر نعوضها، ولكن خصني هادي متبقاش عندي بحال هكا مكتوبه على الشكل الاسي، خصني نردها على الشكل الجبري. او اذا شنو خصني ندير؟ خصني ندير اي بي على 4 بي على 2 عفوا كتعطينا هي شحال هي كوسينوس ديال اش ديال بي على 2 زائد اي سينيس بي على 2. الوغ الكوسينوس تاع بي على 2 الى رجعتو للطابلو ولا باستخدام اله حاسبه كيساوي هو زيرو. الاي كنخليها كنشوف السينيس تاع بي على 2 كتعطينا شحال سي واحد، يعني توصل شحال غادي يعطيني؟ غادي يعطيني هو اي. ومن بعد نرجع نعوض في العلاقه اللي عندنا متفقين. الو انا عطيتنا دون ايكيفالون تكافئ. دونك غنقول الاستاذ ديالي دونك لدينا بحال هكا. الو اذا عندنا زاد بخيم تساوي زاد سي سي شحال عندنا؟ دونك 3 زائد 4 اي كنعوضها بالقيمه ديالتها زائد زاد ناقص. اذا هنا ناقص غتغير لي الاشاره داكشي اللي من ورا زاد سي، يعني المقلوب ديال زاد سي، يعني تنوصلنا ناقص 3 ناقص 4 اي. حذر يا شباب حيت بزاف ديال التلاميذ كيبقاو غادي 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 كاكا، يا اما دير اقواس يا اما دخل ناقص على هذه كامله، يعني دير العكس ديالها هنا صافين. راه هادشي كامل ضروب فاش شحال عطاتنا؟ هادي عطاتنا هي اي. و كنجا سيدي على بركة الله كنبدا كنشور. دونك هي 3 زائد 4 اي، اذا خصني نشور هنا عندنا اي فوا زاد كتعطينا هي اي زاد ناقص 3 في اي كتعطينا هي ناقص 3 اي، اي في اي كتعطينا هي اي و كاري مع ناقص هي 4 ناقص اي و كاري. نبسطو الكالكول شوية دونك كتعطينا هي 3 زائد 4 اي زائد اي زاد ناقص 3 اي. اي وكاري شحال هي؟ ناقص واحد مع ناقص اللي قدامك تولي زائد ومضروب في 4 تعطيني 4 صافي. انا الشباب راه هنا نحاول نرتبها كما طالبها ليا هو باش نحاول نتحقق واش هاد السؤال وصلت لي ولا لا. راه هنا شنو طلب مني؟ طلب مني اي زاد، يعني اي زاد واش كاينه ولا لا؟ كاينه فورا اي زاد. طلب مني 7، راه منين جات 7 سي 3 زائد 4 فورا دي صحيحه دونك 7. طلب مني اي منين جات اي؟ دونك هي 4 اي ناقص 3 اي، كنحسب المعامل دونك 4 ناقص 3 كتعطينا هي اي فوالا. هذا هو الجواب. الو سيدي دونك السؤال الموالي قالك نبين ان لحق دي صوره النقطه ا بالدوران اغ هو 3 زائد 4، يعني ان شنو خصنا نبينو؟ خصنا نبينو ان دي هي الصوره ديال ا صافي. الو هنا شنو كندير؟ كنحط اللحق اللي كنقلب عليه ولا بيان نقط الصوره. دونك الا مشيتو مزيان انا كي قلت هي الصوره و ا هي النقطه صافي. يعني كنحط هنا الصوره وهنا كنحط اش؟ كنحط النقطه. اذا نحطو اسيدي على بركه الله عطانا هي اش؟ عطانا هي زد دو تي اي زد شكون هي النقطه؟ هي ا زائد اي. اذا غنعوضو هادي عطانا هي دي هنا اي دونك زاد دو ا راه هو ا اللي عندي في التمرين، يعني هادي مضروبه في ا زائد 7 زائد اي. الو غنعوض سيدي زاد ا بالقيمه ديالها دونك راهي عندنا الفوق دونك هي 4 زائد 4 اي زائد 7 زائد اي. هذا خصني نخدم بهاد الفورمول دائما الشباب. دونك انا عطانا هي شحال سي 4 اي. الو اي في اي كتعطي شحال سي اي وكاري؟ اي وكاري ناقص 1 في 4 كتعطينا هي ناقص 4 صافي زائد 7 زائد اي.
راني يعني نحاول نوصل نشوف واش وصلت لهذيك اللي عطيني يوم يعني خصها تكون جايه هذه. الو طلبوا مني 3، منين جات 3؟ الو هي 7 ناقص 4 دونك هي 3، ماشي دونك 5 اي منين جات هي 4 اي زائد واحد واحد اي هنايا دونك تعطيني شحال؟ هي 5 اي، هذه هي دي. هي طالب ديالي. السؤال العجيب والسؤال اللي رائع. الو هنا كاتونا سيدي كان حدد مجموعة النقاط ام ذات اللاحق الزاد بحيث عندنا هاد العلاقة، يعني عندنا زاد ناقص 3 ناقص 5 اي تتساوي زاد ناقص 4 ناقص 4 اي. الو كاك هي المستقيم دلتا، والمستقيم دلتا عفوا مذكر المسائل، الو هادي إجرام في حق اللغة العربية. إذا هنا هو صافين مستقيم بيسي. الو سي بون الشباب، الو شنو ممكن كيعطيونا هاد العلاقة؟ شنو كندير؟ كنحاول دائما نعمل بناقص، يعني فين كنسمع مجموعة النقط نقدر خصنا نعمل بواحد الناقص الوسط. إلا عملنا بناقص كتغير إشارة ما بداخل، يعني شكل قد داكشي اللي قدامه. نفس القضية عاوتاني، أنا نعمل عاوتاني بناقص. علاش عندنا نعمل شي بناقص؟ دونك أول حاجة دير زاد دو إم، صافين؟ شنو قالك النقط إم ذات اللحق زاد، يعني زاد راهي ديال زاد إم، صافين؟ الو هنا خصني نعرف شكون هما الالحاق، يعني ملي كنعمل كيبانوا ليا. دونك بحال هنا بانت ليا هادي شكون هي، دونك هي زاد دي لاحق النقطه دي اللي كنا بينا بدوران، وهادي لاحق النقطه ا. الو حتى هنا راه ام. كنذكر بواحد العلاقه اساسيه في ديال المسافه. الو المسافه من ب الى ا كتعطينا هي المسافه ديال زاد دو بي موان زاد دو ا. دونك عندي حق نمشي بحال هكا وعندي حق رجع ونفخ. راه هنا مادام عندي بحال هكا عندي حق نرجع، بغيت نرجع بحال هادي سهله. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير دي دو ام كتساوي اش ا ام. صافي هذا اش كيعني؟ كيعني ان عندي واحد النقطه ا هنا، واحد النقطه دي هنا، عارفين ناخذ داكشي بالتساوي باش نوريكم واحد العجبه. دونك هنا دي، الو غادي عندنا قطعة صافين القطعة، وعندنا واحد النقطة ام. ام تقدر تكون هنا 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 فيما بغات، المهم انا اختار هنا غير هنا فيكسي وزع في بلاصة وحدة. الو غاد ام شنو لاحظنا؟ شنو بينا بهاد العلاقة؟ بينا ان هاد المسافة هادي كتساوي هاد المسافة هادي، مزيان. ولكن هنا راه غيكون عندي واحد مستقيم اللي يعني غنسميو احنا عطيو في الاول سمية، شنو باقي ما تاكدناش. دونك نعطي واحد السمية اللي هو نعطيو دلتا، صافي ماخش الشباب. دونك غنديرو حنا دلتا. دونك في الاصل هاد دلتا كيساوي اش؟ كيساوي هو بس، ولكن خصنا نبينو هاد اللعيبة، يعني خصنا نبينو انهم كينتميو لهاد العجب هذا، اي ان كاينه واحد النقطة. اذا خصني نقول الاستاذ ان اشنو لاحظت، يعني لاحظت ان عندي مجموعة النقط M هي مستقيم، هو المستقيم دلتا واسط قطعة. هاد اللعيبة اللي قطعنا كتسمى واسط قطعة AD. ودونك كما اتفقنا ان هاد دلتا، ان الا كانت عندي العلاقه بحال هكا ديما تكون عندي واسط قطعه دلتا، صافين. الو دلتا هو كيكون على المستقيم واسط قطعه تاب ومثل. او كما قلنا نحن دلتا كيساوي اش؟ كيساوي هو مستقيم بس. اذا شنو خصني ندير؟ انا نمثل بلاصه النقطه ا بلاصه النقطه ام هنا، غنعطي هنا غادي نجي نحط اسيدي نحط لينا بي، صافين. هنا غادي نحط اش؟ نحط سي. هنا اشنو خصني ندير؟ خصني نحاول نبين ان هاد المسافة اللي عندنا كتساوي هاد المسافة، وهاد المسافة اللي هنا كتساوي هاد المسافة. دونك الا بينتهم كتساواو، الوغ رانا المستقيم ديال طاري يكون هو بيسي، حيت هو عطاني هنا بيسي. كلير؟ راه مستقيم بيسي نقدر ناخذ اي نقطة، لان كتعرفو المستقيم هو مجموعة ديال النقط. اذا كما قلت غنبين ان بي ا كيساوي بي دي، وفي نفس الوقت غنبين ان ا سي كيساوي ديسي. دونك هنا غنبين طريق حساب مسافات، يعني بحال هكا. الوغ يلاه نمشيو نكالكيليو بي اي الاولى، نبينو انه كتساواو. الوغ دونك بي اش حتساوي لنا هي المعيار ديال
زاد دو أ موان زاد دو بي، نعوض كل وحدة بقيمة ديالتها، غتعطينا هو زاد أ هو شحال، عندنا هو 4 زائد 4 إي ناقص بي، دونك هنغير مباشرة ال أنا حشينا ناقص، دونك غتعطينا 2 زائد 3 إي، ناقص 3 إي عفوا. ألوغ توصل غادي يعطينا شحال، دونك 4 ناقص 2 هي 2، ألوغ 4 إي زائد إي كتعطينا شحال، سي زائد إي. ومن بعد غنمشي نحسب لها اش المعيار ديالها، دونك المعيار هو الجذر ديال هذا او كاري زائد العدد حدا اي او كاري اللي هو 1، راه عطانا شحال سي جذر 5. او دابا شنو خصني ندير، خصني نمشي نحسب بي دي حتى هي، الوغ هي زاد دو دي موان زاد دو بي، راه عطانا شحال الشباب، دونك زاد دو دي هي 3 زائد 5 اي، دونك هو الحق نقطة دي هو بي، دونك غنغير ليه عاوتاني الإشارة ديالتو، ألوغ هنا عطانا هي 1 زائد 2 إي، ألوغ حتى هي إلا حسبتوها غتعطيك 100 جدر 5، ألوغ شنو كنلاحظ كيتساواو، دابا خصني نبين أشنو، أن أ سي، دونك زاد دو سي موان زاد دو أ، حتى هما كيتساواو، ألوغ زاد دو سي هو شحال عندنا، دونك 3 زائد 4 اي، يعني هنا لقينا ان بي ار كتساوي بي تحت، خرجنا نفس الخارج، الوغ حتى هنا نفس القضية، الوغ دونك زاد دو سي عندنا هو 3 زائد 4 اي ناقص زاد دو ا، اذا ا غنقلب لي الاشارة ديالو حتى هي ناقص 4 ناقص 4 اي، هنا نكون درت شي غلط، دونك هي هديك سي بون، الوغ هنا عطينا 3 ناقص 4 سي موان ز، الوغ غادي معادي غادي تحيد. دونك نحسب لها المعيار ديال، دونك هو ناقص 1 او كاري، دونك تعطينا شحال سي 1، نمشيو دابا نحسبو اش، نحسبو دي سي، الوغ دي سي عندنا هي زاد دو سي موان زاد دو دي، سيتادير هي 3 زائد 4 اي ناقص زاد دو دي عندنا شحال، ناقص 3 ناقص 5 اي، ناقص 3 و 3 غادي تحيد، غيبقى عندي شحال الا جبت كامل كيساوي سي ناقص اي. وانا نمشي نحسب لها المعيار، دونك هو ناقص 1 او كاري، دونك يعطينا هو شحال سي 1، دونك شنو كنلاحظ كيتساواو، اذا لقينا بي كتنتمي لدلتا و سي كتنتمي ايضا لدلتا، اذا مجموعة نقط، الوغ مجموعة النقط ام، حيت كيما قلنا جميع المسافات تساواو، يعني هاديك هي المستقيم عفوا هو المستقيم بس